من صام يوما في شهر رجب أمن من سكرات الموت، أمن من هول المطلع، ولو صام ثلاثة أيام من آخره أعطي براءة من النار. البعض قد يخطر في ذهنه هاي الأعمال بالقياس إلى هذا الجزاء، ماكو فرد نوع من التكافؤ أو الانسجام، عمل قليل هكذا جزاء عظيم. الذي يخطر في ذهنه ينظر إلى المسألة بالقياسات المادية، لكن إذا نظرنا إليها بقياس اللطف والكرامة والرحمة الإلهية هذا السؤال ينتهي. ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما.